مساء الخير واهلا بحضراتكم، حلقه جديده من مساء دي ام سي. هنتابع بعد قليل ان شاء الله الحفل الختامي لفعاليات الدوره الاولى من مهرجان العالمين الجديده. طبعا المهرجان اللي بدا في 13 يوليو الماضي وكان في مجموعه كبيره من الحفلات والفعاليات الفنيه والترفيهيه والثقافيه والرياضيه اللي كان ليها صدى ونجاح جماهيري كبير. هيكون في ان شاء الله بعد قليل بس مباشر من حفل ختام مهرجان العالمين الجديده. كمان النهارده في حلقه خاصه من مساء دي ام سي هيكون معانا نجوم وصناع فيلم وش في وش. فيلم وش في وش عمل نجاح كبير خلال الفتره اللي فاتت منذ عرضه في 16 اغسطس، يعني تقريبا على مدى الاسبوعين اللي فاتوا عمل شغل حلو، ويمكن كمان حتى ده ظهر بشكل كبير في الايرادات. والقصة الخاصة بالفيلم بتتكلم على العلاقات الزوجية والمشاكل والخلافات في إطار كوميدي وبسيط. طبعا أبطال العمل اللي هيكونوا معانا النهاردة إن شاء الله في مساء دي أم سي: النجم محمد ممدوح، النجمة الكبيرة أنوشكا، الفنانين خالد كمال ومحمود الليثي ودنيا سامي، وأيضا مؤلف ومخرج الفيلم وليد الحلفاوي. نتكلم بقى على الفيلم وعلى الكواليس وعلى هذه الفكرة اللي تم تنفيذها في إطار كوميدي ورومانسي. هرجع تاني لمهرجان العالمين لأنه امبارح كان في حفل يمكن شاهد حضور جماهيري كبير جدا للنجم ويجز اللي غنى مجموعة من أبرز أغانيه وتفاعل معاه بشكل كبير جدا جدا الجمهور. كمان في ختام الحفل كان في استعراض مبهر بالألعاب النارية اللي كل الناس الحقيقة تحدثت عنه ونال إعجاب الجميع. تقولوا بس العمل قل اثبتك ما اثبتش، منتهى الصعب ماليش حل، تمنعكم كيجي كله سهل، سمين انا يوم ما احط بنزين، فول تانك 98، لو في 108 حلوين احنا على 208 حاطين، كفي كده كفي واللي اقولوها ماشي، كفي كده كده كفي، سميني موقعي ده مفيش جنبي، كفي كده كفي كفي كده 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 هنا تحياتي للي كنت بعتبرهم اخواتي. طبعا زي ما كان ظاهر في الفيديو كل الفيديوهات اللي كان فيه عدد كبير من النجوم اللي أحيوا مجموعة من الحفلات في العالمين. كنا من أسبوعين بنتكلم على حفلة النجمة الكبيرة أنغام، وقت إيه كان في حضور كبير جدا مش بس من المصريين، من المصريين ومن أشقائنا في الوطن العربي. تقريبا كل الحفلات اللي حصلت في العالمين كانت بهذا الشكل، كان في حضور جماهيري كبير جدا جدا، بداية من حفل الافتتاح اللي أحياها النجم تامر حسني، وتلاها بعد كده مجموعة من الحفلات لعدد من النجوم. ويمكن احنا نفسنا كنا موجودين كمساء دي ام سي في العالمين وطلعنا 3 حلقات من العالمين الجديدة، والتقينا بعدد من النجوم وقدمنا عدد من الفعاليات اللي بتتم خلال المهرجان، الفعاليات الفنية والثقافية والرياضية كمان اللي حصلت خلال الفترة اللي فاتت. لما كنا بنتابع كمان من خلال مراسلين دي ام سي الموجودين بالفعل منذ بداية المهرجان داخل العالمين، كنا بنشوف قد ايه في حضور للمواطنين وللجماهير الموجودين في العالمين علشان يحضروا هذه الفعاليات المختلفة. والحقيقة انه زي ما قلت الفعاليات ما كانتش بس فنية، كان في ثقافي وكان في فني وكان في رياضي. تكلمنا مع عدد من المواطنين اللي كانوا شايفين انه ممكن كمان هذه النوعية من الاحتفالات والمهرجانات تستمر وتمتد الفعاليات دي خلال فصل الشتاء. تاني بنقول انه الهدف الاساسي من العالمين الجديده ومن هذا المهرجان ان هو يوري الناس العالمين الجديده بقت عامله ازاي في فتره قياسيه، وانه يشغل الساحل الشمالي طول السنه
الساحل الشمالي على مدار كل السنين اللي فاتت هو مكان بيشتغل تقريبا شهرين او 3 شهور في السنة، وبعدين بقية السنة محدش بيروح، كل القرى دي بتكون مهجورة، كل المكان ده بيبقى مفيهوش اي حد. لكن مع وجود مدينة العلمين الجديدة مفترض انه خلاص يبقى الساحل ده بيشتغل صيف وشتاء، وهي مدينة ومكان سكني وفي كل المنشآت الثقافية التعليمية الدراسية الخدمات، وبالتالي أصبح هذا المكان المفروض أنه يكون جاذب طول السنة مش بس في فصل الصيف. النهارده شارك البريد المصري في مراسم الاحتفال الرسمي بافتتاح المقر الجديد للاتحاد البريدي الافريقي الشامل في مدينه اروشا بحضور رئيس تنزانيا دكتور شريف فاروق رئيس مجلس اداره البريد المصري. قال انه دعوه البريد المصري لافتتاح المقر الجديد امر بيعكس دور البريد المصري البارز والمتميز في افريقيا واللي بيتمثل في المشاركات الفعاله في كافه اجتماعات الاتحاد البريدي الافريقي. احنا نعرف تفاصيل اكتر من الدكتور شريف فاروق رئيس هيئه البريد المصري. يا دكتور اهلا بحضرتك. اهلا استاذ ايمن، اهلا بحضرتك. خلينا بس نعرف اكتر على البريد الافريقي الشامل، عايزين معلومات عنه، كم دوله بيضمها واهميته ايه؟ الحقيقه اتحاد البريد الافريقي الشامل هو بيضم 45 دوله مشاركة من أفريقيا، وهو منبثق من الاتحاد الأفريقي وأيضا من اتحاد البريد العالمي. يشارك في اتحاد البريد الأفريقي البلاد اللي بتقدم الخدمات البريدية من خلال المشغل الحكومي أو هيئة البريد الحكومية، وهم الأعضاء في الاتحاد البريد العالمي البرد الأفريقية الحكومية. نعم، المشاركة النهاردة كمان البريد المصري، أهمية هذه المشاركة وانعكاساتها إيه كمان؟ الحقيقة مشاركة البريد المصري مشاركة النهاردة بدعوة من الأمين عام لاتحاد البريد الأفريقي دكتور جيفوندو، ودورنا في التواجد بصفة مستمرة في اجتماعات على سبيل المثال الاجتماع 51 ده كدولة عضو بنحضر الاجتماعات، إنما حضور افتتاح المقر الرئيسي في اروشا في تنزانيا بدعوه البريد المصري، واستطاع البريد المصري طبعا الدوله المصريه تهدي الصالون الرئيسي الصالون الفرعوني لاتحاد البريد العالمي لمقره الجديد. البريد ينظر الى المشغلين لخدمه الشعوب بصفه عامه داخل القاره الصينيه. نعم، طبعا البريد المصري هو تاريخ الحقيقه، ويمكن على مدى الفتره اللي فاتت بالتحديد كان في عدد كبير جدا من التحديثات و الاعتماد بشكل اكبر على التكنولوجيا وتطوير اداء البريد المصري. ايه اللي اتحقق خلال الفتره اللي فاتت علشان يقدم خدمه افضل للمواطن المصري؟ مظبوط يا فندم، هو الحقيقه التطور اللي حصل في البريد خلانا في المستويات
القياس اللي بيحطها اتحاد الدليل العالمي نتقدم للمراكز اكثر من 35 مركز. قدرنا ايضا ان احنا نحصل على جائزه النجم الساطع وهي جائزه من اتحاد البريد العالمي يقيس بها قدره البريد الحكومي على تقبل الصدمات والمشاركه في التحديات اللي بيواجهها المجتمع، السهوله في الوصول الى البريد، كل الامور دي، وايضا الجانب التكنولوجي وتطوير عمليه التكنولوجيا. البريد تطور في الفتره اللي فاتت جدا في مجال التحول الرقمي، اصبحنا مثال البريد الافريقي النهارده تعاون معانا وقدرنا نعمل اجتماعات على جالب مع عدد من الدول عايزه تاخد الخبره المصريه في عمليه التحول الرقمي اللي احنا قمنا بيها وتقديم الابلكيشنز المختلفه. طبعا كل ده بعد مجهود زمايلنا في البريد اصبح بينظر اليه الاتحاد البريد الافريقي والدول الافريقيه ان مثال يحتذى به. مش بس كده، احنا استطعنا ايضا ان احنا نتواجد في مجلس اداره اتحاد البريد العالمي وفي ايضا مجلس الاستثمار. كان لينا دور الحمد لله، زمايلنا بنرقص لجان زي لجان السياسات اللي بيحطها اتحاد البريد العالمي، بنرقص ايضا اتحاد البريد اليورو متوسطي، مصر بترقص هذا المجلس. التواجد العالمي في هذا المجال اصبح ضروره، لانه ما فيش بريد هيقدر يشتغل لوحده من غير البريد الاخر في البلد الثاني. مظبوط. البلدان بتشتغل علشان نخدم الشعوب ونقدم لهم خدمات افضل. بشكرك شكرا جزيلا دكتور شريف فاروق رئيس هيئه البريد المصري. مبادرة حياة كريمة من المبادرات المهمة اللي حققت تغيير حقيقي على الأرض فيما يخص حياة الأهالي في المحافظات وخاصة في القرى اللي كانت بتعاني بشكل كبير جدا من نقص وضعف الخدمات الأساسية. ويمكن هذه المبادرة ساهمت في الفترة الأخيرة في تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والتنموية وإدخال الخدمات الأساسية زي الصرف الصحي، زي مياه شرب، المرافق الضرورية، قدرت أن هي تدخل هذه الخدمات للكثير من القرى على مستوى الجمهورية. من بين المحافظات اللي كان ليها نصيب كبير في أعمال التطوير محافظة البحيرة، المؤسسة أعلنت عن نسب إنجاز المشروع في مراكز المحافظة في كفر الدوار، في أبو المطامير، في أبو حمص ووادي نطرون، دمنهور وحوش عيسى. وكان في إنجاز حقيقي تم في عدد من القطاعات، وصل نسبة التنفيذ ل 100% في عدد من الخدمات زي المدارس اللي تم بنائها، وصلات مياه الشرب اللي تم امدادها، المجمعات الزراعية ومراكز الشباب والرياضة سواء اللي تم بنائها أو اللي تم تطويرها. دايما معارض الحضارة الفرعونية اللي بتطلع بره مصر أو اللي بتبقى في أي دولة أجنبية بتعمل حالة إبهار للجمهور في أي دولة في العالم، وخاصة أنه في ولع كبير جدا جدا بالحضارة الفرعونية لدى تقريبا كافة شعوب الأرض. آخر معرض كان معرض رمسيس وذهب الفراعنة، كان مقام في باريس وعمل نجاح كبير جدا وكان فيه إقبال جماهيري كبير. المعرض كان مقام من 7 أبريل الماضي وممتد حتى الآن. ويمكن باريس دي كانت ثالث محطة في الجولات الخارجية الخاصة بالمعرض. تنضم لينا من باريس الدكتورة جيهان جادو مسؤول الاستقبال والمعلومات بوزارة الثقافة الفرنسية. دكتور أهلا بحضرتك. أهلا بحياتك فندم وسادة المشاهدين، أهلا بيكي. عايزين نتكلم على هذا المعرض لأنه واضح أنه كان فيه إقبال يعني كبير جدا جدا لدى الجماهير على المعرض. هو الحقيقة بصراحة زي ما حياتك قلتي أن المعرض كان غاية في الأهمية والروعة، وكمان يعني نظر الفرنسيين للمعرض ده الحقيقة وإقبالهم عليه كان بشكل بصراحة يعني ما حدش ممكن يقدر يتصوره. دايما بتبقى المعارض اللي هي الفرعونيه خاصه لما بتيجي هنا فرنسا بيبقى عليها اقبال كبير جدا جدا، اولا لعده اسباب، اولها ان الشعب الفرنسي اصلا بيحب الحضاره بشكل عام، لكن كمان مهتم اكتر باللي هي الايجيبتولوج او اللي هي الحاجات اللي هي المصريات، وبيحبوا دايما ان هم يشاركوا في اي معارض وبيحبوا ان هم يزوروها. الاعداد الحقيقه الاحصائيات تبع وزاره الثقافه الفرنسيه لغايه النهارده كان يعني عايزه اقول لحضرتك اكتر من 750 الف زائر. فطبعا ده فتره قد ايه؟ 750 الف زائر في فتره قد ايه يا دكتور؟
فمن اول ما بدا المعرض من شهر 4 لحد النهارده. لكن طبعا هو وزاره الثقافه اعلنت النهارده ان ممكن يكون العدد هيزيد اكتر وهيوصل لغايه 900,000 زائر. الحقيقه ده رقم كبير جدا وضخم جدا، وبيعبر عن اقبال شديد جدا لمثل هذه المعارض. المعارض ديت الحقيقه اتنظمت، او المعرض ده خاصه اتنظم على اعلى مستوى، كل الجنسيات في العالم. عايزه اقول لحضرتك ان كل السياح اللي هم جايين حتى من اوروبا ودول الاتحاد الاوروبي بيزوروا المعرض ده، وعندهم طيب. تشوق خاص. انا عايزه اقول لحضرتك احنا بنعرض على الهوا مجموعه من الفيديوهات يا بدران اللي كانت على الهوا ده، ممكن نشوفها. دي فيديوهات من القطع الاثريه اللي كانت معروضه في المعرض، منها بعض التماثيل الفرعونيه وبعض المقتنيات الذهبيه، صح كده؟ الحقيقه يا فندم عايزه اقول لحضرتك ان كان في اكثر من 180 قطعه اثريه كانت موجوده في هذا المعرض. الحقيقه الفخامه بتاعه القطع اللي هي النادره اللي دايما الفرنسيين بيحبوا ان هم يعرفوا كل التفاصيل فيها، التنظيم نفسه داخل فيه يعني بصراحه بتقنيه كبيره جدا. يعني يمكن العرض اللي قام به او تم به عرض هذه القطع الاثريه كان على اعلى مستوى وعلى جوده كبيره جدا، تليق فعلا بالحضاره المصريه والحضاره الفرعونيه. الاقبال فعلا كان كبير جدا جدا، ويمكن عايزه اقول لحضرتك انه المفروض المقرر كان هينتهي في 4 سبتمبر، لكن مد في فتره لغايه 10 سبتمبر لنتيجه للاقبال وبيع التذاكر على هذا المعرض. هي. الحقيقه يعني غير مسبوق، يعني هي. بصراحه يعني حاجه تدعونا كلنا للفخر. اكيد بشكرك شكرا جزيلا دكتوره جيهان جادو، مسؤول الاستقبال والمعلومات بوزاره الثقافه الفرنسيه. النهارده طيب قبل ما نروح للخبر الخاص بالطبيب الساحل، خلينا نقول انه اعتمدت الجمعيه العامه للامم المتحده بتوافق الاراء قرار حول نماذج محاكاه الامم المتحده ودورها في تمكين الشباب وتعزيز تواصلهم بالمنظمه الامميه وتعزيز الممهم بالعمل متعدد الاطراف. قدم مشروع القرار مجموعة من الدول ضمت في عضويتها مصر والبرتغال وجامايكا وجمهورية الدومينيكان ولاوس، ورحب القرار بإسهامات منتديات ومؤتمرات الشباب وبصفة خاصة منتدى شباب العالم في شرم الشيخ بنسخته الأربعة أو بنسخه الأربعة في تمكين الشباب بإتاحة فرصة لهم لتطوير قدراتهم. قال السفير أسامة عبد الخالق مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، قال إن اعتماد هذا القرار وانضمام أكثر من 115 دولة لقائمة رعاته يعكس التقدير الدولي الذي يحظى به منتدى شباب العالم وبما يمثله من منصة هامة لتبادل الأفكار والرؤى بين الشباب الدولي خاصة في مجالات السلم والإبداع والتنمية. من جانبه ثمن منتدى شباب العالم قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول إسهاماته في العالم وإسهامات المنتدى منتدى شباب العالم في مدينة شرم الشيخ. النهارده بدأت محكمة جنايات القاهرة أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل الدكتور أسامة توفيق المعروف إعلاميا بطبيب الساحل. كنا يمكن تابعنا مع حضراتكم هذا الحادث اللي وقع يوم 19 يوليو، وكانت بداية هذه القضية مع قرار النيابة العامة بحبس طبيب وعامل في عيادته وحبس محامية، يعني ثلاث أشخاص، الدكتور والعامل اللي معاه في العيادة ومحامية، تم حبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات بعد اتهامهم بقتل طبيب العظام أسامة صبور عن عمد والقيام بسرقته. المتهمين خلال التحقيقات أقروا بتخطيطهم لاستدراج الطبيب المغدور به وتم تخديره علشان يسرقوه، ثم قاموا بدفنه في حفرة في عيادة الطبيب القاتل. في الجلسة الأولى للمحاكمة النهاردة، ويمكن كانت أول صور تنزل النهاردة بنشوف فيها وجوه القتلة، أمر رئيس المحكمة بإخراج المتهمين الثلاثة من قفص الاتهام والوقوف أمام منصة المحكمة وسط الحراسة الأمنية. الشيء اللافت أن المتهمين النهاردة بعد ما أقروا باعترافهم الكامل بالجريمة أنكروا التهمة،
زي ما بقول، رغم انه تحيات النيابة العامة اثبتت اعترافهم بالتفصيل، وكذلك تحريات الشرطة اللي توافقت مع اعترافات القتلة. وفي ختام الجلسة أجلت محكمة جنايات القاهرة المحاكمة للأسبوع الأول من الشهر المقبل لعدم جاهزية دفاع المتهمين الأول والتاني. طبعا الصور مش عارفة تقدر تعرضها أكتر من كده مصطفى صريح ولا لأ، بس يعني أي حد شاف هذه الصور النهاردة تأملها كثيرا، لأنه إحنا فعلا سبحان الله أمام وجوه إجرامية شديدة الغضب وشديدة العنف. سبحان الله، يعني هم متهمين و مش متهمين، هم معترفين وهم الآن أمام القضاء، لكن دي كانت أول صور تظهر النهاردة، لأن هذا الحادث يمكن كان يعني من الأحداث يعني كانت بشعة بشكل كبير جدا، وخاصة أنه الطبيب القاتل هو صديق، والمفروض أنه هو صديق مقرب للمجني عليه، وتم استدراجه لعمل خيري. يعني هو المغدور بيه كان المفروض فاهم انه رايح يكشف على حد مريض، او حد مش يكشف على حد، يكشف على حد مريض مش قادر ينزل او مش قادر يروح عياده، فكان رايح يزوره او يكشف عليه في المكان اللي تعرض للتخدير ثم للقتل. خلينا نروح في الدقائق الجايه لهذه البنت الجميله الموهوبه هاجر العوضي من محافظة دمياط. هاجر اتولدت بشوية مشاكل صحية صعبة. هاجر عندها شلل نصفي، عندها فشل كلوي، عندها إعاقة ذهنية وصلت إلى نسبة 65%. لكن رغم كل المشاكل دي إلا أنها موهوبة جدا، وبنت أو طفلة قوية عندها 13 سنة، وقدرت تواجه كل هذه الصعوبات كل هذه المشاكل بموهبة حلوة قوي في الإنشاد الديني، وقدرت كمان إن هي تدخل مسابقات وتكسب جوائز. والله العظيم يا ناس ما لينا غير النبي، يا أم البشاير والمداد يا أغلى من الروح والولد. اسمي هاجر إبراهيم عزة العوضي، عندي 13 سنة، أنا في سنة تانية إعدادي. أنا هبت في الإنشاد مدحي الرسول وحافظ القرآن، وأنا عايزة أوصل الأناشيد اللي دي لكل الناس. مولاي صلي وسلم دايما أبدا على حبيبك خير الخلق كله بي، يا ربي صلي علي، يا ربي صلي يا ربي صلي علي صلوات الله عليه. أنا هبت وزارت وأنا يعني في سنة 6، كنت أجيب الأناشيد اللي ديت من على النت، وكنت بحفظها وبكتبها وبحفظها وبرجع عليها. أنا كنت اللي رحت أجي كذا حفلات أو اللي أخدت الشهادات. أنا أخدت جايزة عن مدح الرسول. لاموني الله الله في حبك، لاموني الله الله يا قرة عيوني عليك السلام. لما بقول الاناشيد الناس اللي بيقولوا لي ما شاء الله صوتك حلو يا هاجر، وبيقعدوا يتصوروا معايا وكده. قلبي روح مهما كان مجروح للقبة الخضراء اللي ساكن فيها ابو الزهراء، نظرة ترديني يا محي الدين، صلى على ياسين ده الغالي والله، نفسي اصلى انا في المصلى شوقي وحنيني مش بنساك، فانا حياتي فداك يا حبيبي يا سيدي، انت دمي بيجري في ايدي انت عنواني. انا بقول الاطفال اللي زيي اللي هم اللي طلع موهبتهم، نفسي صوتي يوصل لكل الناس. اذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل، كل القلوب كل القلوب الى الحبيب تميلوا.
ما شاء الله يا هاجر، وان شاء الله صوتك يوصل لكل الناس وتبقي احلى واحسن واسعد واحده في الدنيا. هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل زي ما قلت لحضراتكم فقرتنا الثانيه النهارده في مساء دي ام سي هيكون مع نجوم فيلم وش في وش، لكن بعد الفاصل هيكون معانا دكتور اسماعيل عبد الغفار رئيس الاكاديميه العربيه للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، تعرف منه على تفاصيل كتيره جدا عن الاكاديميه، تفاصيل عن المؤتمر اللي بدا النهارده وبيناقش فيه كل ما يتعلق بالاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، وهنعرف تفاصيل كتير عن الاكاديميه بعد قليل. هو المؤتمر يعتبر من أكبر المؤتمرات العلمية اللي تمت نقدر نقول في الفترات الأخيرة في تاريخ مصر، بيحضروا في حدود 1000 باحث سواء من الدول العربية الدول الأجنبية مصر، احنا عندنا أكثر من 650 بيبرز من خارج مصر، عندنا 120 بيبر من داخل مصر. المؤتمر بيناقش محاور عديدة أهمها موضوعات الاستشعار من البعد الريموت سينسينج، موضوعات علوم الفضاء، موضوعات الجي اي اس، موضوعات الاي او تي في الكمبيوتر، موضوعات البيج ديتا، وأهم حاجة المؤتمر هو مؤتمر تطبيقي، يعني تطبيق هذه الموضوعات في مجالات على رأسها مثلا مجالات المياه، مجالات الري، مجالات النقل، مجالات البنية التحتية. هو حدث كبير ما بيحصلش إلا كل سنتين، ولا يعطى إلا للدول اللي هي عندها القدرة لتنظيمه من حيث المكانة العلمية والمكانة الجغرافية وكمان استقطاب العلماء. يعني موضوع أنه اليوم في دولة عربية في جمهورية مصر العربية الشقيقة أنه هذا الموضوع موجود، هذا موضوع يمثل أهمية كبيرة على مستوى العالم حقيقة، نظرا لأنه موضوع الجي اي اس والجيومكانية موضوع خطير جدا ومهم، فموضوع أنه هو موضوع زي كذا هذا موضوع جدا جدا أكيد له أهمية. برحب بالدكتور اسماعيل عبد الغفار رئيس الاكاديميه العربيه للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. المؤتمر هو الاول من نوعه اللي بيقام في مصر والوطن العربي وافريقيا. صحيح. ايه هو ماهيه هذا المؤتمر، وخاصه انه بيقام مؤتمرات شبيهه لكن كان في دول اوروبيه؟ هو المؤتمر ده ينعقد كل سنتين، وينعقد فيه يعني الجمعيه اللي هي بتنظم هذا المؤتمر اللي هي الاي اس بي ار اس، دي بقى لها أكتر من 120 سنة، فالمؤتمر ده والجمعية دي تاريخهم عريق جدا، مؤتمر عالمي دولي بينعقد باستمرار في إحدى العواصم العالم المتقدم بقاله سنوات طويلة وعديدة، لكن عمره ما كان انعقد في الوطن العربي ولا في أفريقيا ولا في الشرق الأوسط. فإحنا في الأكاديمية وإحنا بنحتفل بخمسين سنة أكاديمية عربية للتكنولوجيا النقل البحري، وكنا أحد أهم محاور اللي بنرتكز عليها في الفترة اللي جاية هي البحث العلمي، فكان دايما بنركز على المؤتمرات الدولية والنشر العلمي المتميز، فكنا بنبحث عن مثل هذه المؤتمرات ان احنا نستضيفها في الأكاديمية ونبقى عندنا السبق في أمتنا العربية وفي أفريقيا ونجيب لمصر مثل هذا المؤتمر. فكان طبعا لما عرضنا في فرنسا منذ سنتين ان احنا نستضيف هذا المؤتمر في مصر، كان طبعا يعني العرض اللي قدمناه والملف اللي قدمناه اللي هو بيعكس قدرات مصر فعلا في استضافة المؤتمرات العلمية والعالمية والأحداث العالمية، ادى يعني ملف الأكاديمية قدرة كبيرة جدا وحاز على ثقة الجميع، وكان الحمد لله الموافقة على انعقاد هذا المؤتمر بتنظيم الأكاديمية في جمهورية مصر العربية، والحمد لله يعني كان يوم يعني النهاردة أكثر من رائع، حدث عالمي متميز على أرض مصر. طبعا دعم الحكومة المصرية، رعاية دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لهذا المؤتمر، أعطى الجميع أن إن شاء الله هيكون في ثقة في نجاح المؤتمر والقدرة على تنظيمه. النهاردة في قاعة المؤتمر شفنا حضور كمان، يمكن في التقرير في حضور عربي، حابب تقولي كمان في حضور من أكتر من دولة أجنبية ومن يعني عدد من العلماء اللي شاركوا النهاردة في المؤتمر؟ النهاردة الحضور يعني من أكتر من 50 دولة حوالين العالم،
من الدول العربية، شفنا المملكة العربية السعودية، شفنا الإمارات، وبالمناسبة يعني الإمارات برضو فازت بالتنظيم بعدنا إن شاء الله في 2025 لأنه هو بينعقد كل سنتين. فالحضور العربي كان متميز جدا، الحضور الدولي يعني عندنا أكتر من 250 عالم من الصين، أكتر من كانوا موجودين النهاردة في قلب القاعة في قاعة المؤتمر بتشريف الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي نائبا عن دولة رئيس الوزراء. موجود أكتر من 70 عالم من ألمانيا، موجود من كل دول العالم، يعني أكتر من حوالي 800 عالم وخبير من حوالين دول العالم، وشركات عارضة إزري وكبرات الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال كانت موجودة النهاردة. بيكون إيه أهمية وجود مؤتمرات بهذا الشكل يا دكتور، في عدد من العلماء من دول مختلفة بثقافات مختلفة بخبرات مختلفة؟ هو طبعا المؤتمر عن التطبيقات الجغرافيا المكانية اللي بنقول عليها الجيومكانية، والاستشعار عن بعد، والتصوير الجوي والتصوير الفضائي بكافة طرقه، من الأقمار الصناعية للتصوير الجوي للدرونز لكل طرق التصوير الممكنة، وبتصور الأرض والمدن بطبقات مختلفة، بتكتشف الثروات الكامنة في باطن الأرض، بتوري يعني الانفراستراكشر أو البنى التحتية اللي موجودة، بتورينا الأرض الزراعية، المساحات المائية، الأنهار. فده هو اللي بتبنى عليه التصميمات والتخطيط للمدن الجديدة وللطرق ولل يعني من أهم يعني الأهم العلوم في هذا المجال. فطبعا النهاردة وجود العلماء من كافة الدول العالم بأبحاثهم العلمية المتقدمة اللي هي فعلا بتمر على لجان تحكيم في يعني في غاية الرقي عشان تقر هذه الأبحاث، وجودهم كلهم النهاردة في وسط العلماء المصريين والخبراء المصريين والخبراء من الدول العربية، ده بيسري العملية طبعا العلمية والبحثية والتطبيقية في نفس الوقت، لأن هو النهاردة التطبيقات دي كمان مهمة جدا في المدن الذكية. ومصر الحمد لله يعني زي ما احنا شايفين العاصمة الإدارية الجديدة والعالمين الجديدة، فكل ده النهاردة ده المستقبل، ده المستقبل هو فعلا اسمه كده يعني فعلا حضرتك جبت الاسم بالظبط اللي هو الجغرافيا المكانية وتطبيقات المستقبل، لأن هو فعلا ده المستقبل، هو ده التخطيط، هو ده الرؤية الفوقية للأماكن اللي بتقدري منها تحددي الثروات وتحددي طبيعة التربة اللي ننشئ ايه هنا وأحسن طرق والثروة الزراعية. النهاردة حتى في المعرض شفنا هيئة إدارة المساحة العسكرية المصرية وهيئة المساحة المصرية بتعرض أحد التطبيقات اللي من خلالها بنقدر نتابع الرقعة الزراعية، ولو لا قدر في أي تعدي عليها في أي لحظة في نفس التوقيت واللحظة بيكتشف هذا التعدي. فهو واحد من أهم المؤتمرات في الناحية العلمية والناحية التطبيقية في ذات الوقت. الأكاديمية البحرية من يعني المؤسسات العلمية اللي معروفة عنها كفاءتها الشديدة، ومعروف انه خريج الأكاديمية البحرية هو من يعني طلبة متميزين وخريجين متميزين. كمان في الفترة الأخيرة في طول الوقت في تجديدات، في تحديث، في نظم الدراسة، في حتى الكليات اللي بيتم إضافتها أو بيتم تطويرها. إيه اللي حصل في الأكاديمية خلال الكام سنة اللي فاتت؟ يعني كتير حدث في الأكاديمية في الفترة اللي فاتت، لكن أهم ما يميز الفترة الماضية هو الاهتمام بالتكنولوجي، الاهتمام بالذكاء الاصطناعي، الاهتمام بالكليات الرقمية. حتى يعني لما أنشأنا كلية طب أسنان ولا كلية طب بشري أنشأناهم في العالمين الجديدة على أحدث النظم. أنتوا كنتوا أول صرح أكاديمي يبقى موجود في العالمين الجديدة. حقيقي أول مشروع يعمل في العالمين الجديدة على أرض العالمين الجديدة كانت الأكاديمية العربية لعلوم الخروج والنقل البحري، والحمد لله اشتغلت في بناء الانسان اللي هو قادر فعلا انه يحافظ على المكتسبات ويقدر يطور يعني ما هو متاح لديه وياخد باسباب التنميه العظيمه ونجني ثمار التنميه في مصر. فكليه الذكاء الاصطناعي اول كليه ذكاء صناعي في مصر، اول كليه ذكاء صناعي في الوطن العربي، اول كليه ذكاء صناعي في المنطقه، والحمد لله خرجت اول دفعه واول كليه تحصل على اعتماد مجلس اعلى الجامعات، ويعني هم عدد قليل من الطلاب صحيح. قد ايه الدفعه كانت يا دكتور؟ الدفعه الاخيره دي الاولى دي كانت 9 طلبه فقط. 9 لكن اللي دخلين ان شاء الله يشتغلوا على طول. المره دي اكتر من 100. الاولى بتاعتهم الحمد لله يعني مسافره يمكن في خلال ايام الى داليان في الصين لدراسه الماجستير،
لان احنا بنحاول ننوع المدارس. احنا عندنا اهم شيء بيميزنا هو امتلاكنا لاعضاء التدريس المتميزين، يعني احنا لا نعتمد على المنتدبين، ولكن احنا بنحاول يعني جيل جديد من المدربين علشان يفيدوا غيرهم. بالظبط كده. فهي راحت في الصين، في زميلتها قبل كده سبقتها الى المانيا عشان خاطر فعلا يبقى عندنا. واول معيد يحصل على الماجستير في الذكاء الاصطناعي برضو حصل على الماجستير من الاسبوع الماضي. فاحنا بنحاول نبني عنصر بشري متميز نضمن بيه فعلا تطور واستدامه الاكاديميه. حتى كليه الطب البشري هتلاقيها كلها يعني جنب المستشفى اللي احنا بنشاهدها حاليا في العالمين، ومستشفى على احدث النظم، وفيها هيكون فيها احدث يعني الاجهزه العلميه والخبرات العلميه. هي مستشفى العالمين في العالمين. مستشفى الاكاديميه في العالمين الاكاديميه مش العالمين. مستشفى الاكاديميه في العالمين الاهليه وفي العالمين الجديده. وفي نفس الوقت مستشفى طب الاسنان اللي هي بقى لها دلوقتي اكتر من سنه يوميا 150 مريض من اهالي منطقه العالمين ومطروح يعالجون مجانا على احدث النظم بواسطه الطلبه ومعاهم اساتذتهم. فالاكاديميه في العالمين يعني هي اعتقد انها تكون واحده من اهم عوامل نجاح وجذب الحياه الى العالمين واستدامتها على مدار العام، لان احنا عندنا النهارده عندنا اكثر من 2000 طالب يدرسون في العالمين يوميا بشكل يومي، فمعاهم اعضاء التدريس ومعاهم الهيئه المعاونه. فكل انا شفت لما كنت هناك كمان المباني المخصصه ليهم، وعلشان تبقى الحياه طول الوقت، النوادي اللي ممكن يعني يقضوا وقت فيها، الحاجات اللي ممكن يعملوا فيها رياضه، حياه توفر لهم حياه كامله متكامله. الطالب بيعيشها في العالمين مماثله تماما للحياه اللي بيعيشها في الاسكندريه في المقر الرئيس في ابو قير. المقر الرئيس في ابو قير احنا عندنا يعني تقدري حياتك تشوفيه كمدينه اولمبيه متكامله، استضاف بطولة العالم للخماسي الحديث وفازت بأحسن تنظيم على مستوى العالم في البطولات الدولية، زي المقر الأكاديمية في القرية الذكية في وسط شركات الصناعة، بيعد الخريج ليواكب سوق العمل، بيحصل على فرص التدريب زي فرعنا في مصر الجديدة، زي فرعنا في أسوان الآثار والتراث الحضاري، النقل الدولي واللوجستيات. كل التخصصات الأكاديمية بتنفرد بيها، حتى كلية لغة والإعلام عندنا خريجيها ما شاء الله النهارده يعني الواحد بيفتخر بيهم وبيشوفهم حاجه نماذج لشباب مصر الرائع اللي احنا ان شاء الله كلنا بنشوف فيه امل كبير لتطور مصر ان شاء الله. دي التخصصات الجديده اللي ادخلتها الاكاديميه البحريه، وربما يبقى زي الذكاء الاصطناعي هي الوحيده او الكيان الوحيد التعليمي في مصر اللي ممكن الطالب يدرس فيه الذكاء الاصطناعي، وانا شايفه ان ده المستقبل برضو. يعني صحيح. ده اي حد عايز يبقى ضامن ان هو هيلاقي فرصه عمل بسهوله في اي حته في العالم لازم يدرس هذه التطبيقات الحديثه. الكليات المعتاده او القديمه ازاي بيتم تطويرها كمان عشان تواكب الجديد؟ هي الكليات القديمه يعني النهارده بعلومها الحديثه بمعاملها الحديثه بتطور اعضاء التدريس فيها وبتطور معاملها واعتماد معاملها على التقنيات الحديثه. يعني معامل كليه طب الاسنان كلها بتقنيات الاوجمنتد رياليتي والفيرتشوال رياليتي والذكاء الاصطناعي، كذلك كليه الطب البشري الفيرتشوال اوبريشنال كلاس رومز، محاكيات كليه النقل البحري في الاسكندريه بتعد الطالب فعلا يقدر يتعامل في المستقبل مع الاوتونوموس شيبس ومع السفن ذاتيه الابحار، كليه النقل الدولي والوجستيات اعتمادات دوليه للكليات من الاهل اعلى هيئات الاعتماد. يعني خريج الهندسه المعماريه في الاكاديميه هو الوحيد اللي حصل على اعتماد من اكبر هيئه اعتماد للمهندسين المعماريين البريطانيين الار اي بي اي. بنشوف الاكاديميه ابن الاكاديميه بيتخرج النهارده، نشوف واحد زي واحد من خريجيها بيشتغل في تسلا بيقود احد المشاريع المتطوره في تسلا، ده خريج الاكاديميه. المركز الاقليمي المعلوماتيه اللي بيتعلموا فيه البرمجه والبروبلم سولفنج حل المشكلات، لان احنا التعليم في الاكاديميه مش مجرد تعليم نظري، هو تعليم نظري وفي المعامل وفي المحاكيات وتطبيقي في نفس الوقت. في مساحه كبيره للطلبه انها تمارس الانشطه العلميه، تشترك في مسابقات الغواصات الاليه، تعمل تحت الماء. عندكم ابطال كمان بين صفوف في الرياضه، عندنا ابطال العالم في الرياضه. يعني احنا مصر الحمد لله فازت في طوكيو 2020 اللي اقيمت في يوليو 21 بست ميداليات، فاز بيهم شباب مصر، منهم ثلاثة من ولاد الأكاديمية العربية للنقل البحري. لو شفنا منتخب مصر في كرة اليد هنلاقي نصه من الأكاديمية العربية. فاحنا بنهتم جدا بالرياضة بشكل كبير جدا، بنهتم بالأنشطة الثقافية، بنهتم بالمسؤولية المجتمعية.
البرمجة والحل المشكلات، واللي يعني بنشوف القيادة السياسية مهتمة جدا بالشباب المبرمج، الشباب اللي يقدر يبني مصر الرقمية. إن شاء الله يعني في نوفمبر القادم هنشوف شباب مصر بينافس شباب العالم كله في البرمجة في شرم الشيخ، المسابقة الدولية للبرمجة في شرم الشيخ في نوفمبر القادم بإذن الله، وتحت رعاية السيد رئيس الجمهورية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. دعمه للشباب ورعايته للشباب في كل المجالات المهمة دي، هنشوف كل شباب العالم من أكتر بقى من 100 دولة في العالم موجودين في على أرض شرم الشيخ بيتنافسوا في البرمجة بتيم وورك، كل فريق من 3 بيشتغلوا على حل أصعب المشاكل. هو احنا بنحاول الأكاديمية تعمل جيل جديد وتقدم نموذج جديد للتعليم لا يعتمد على الربح، تعليم يعني بالتمويل الذاتي لكن فعلا بأحدث التقنيات وأحدث المعامل، أفضل أعضاء التدريس وأفضل هيئة معاونة، بحيث نقدر نطلع شباب لمصر يقدر فعلا يعني يجني ثمار التنمية اللي بنشوفها في كل حتة في مصر. فإحنا كمنظمة عربية تحت مظلة جامعة الدول العربية بقالنا 50 سنة في مصر، النهاردة حقيقي بنشعر بالانتماء لهذا الوطن، وبنحاول نبذل أقصى جهد من أجل فعلا تخريج شباب متميز ليس كما ولكن جودا، ويعني وبيقدر يعني فعلا يشرف بلده إن شاء الله. كل التوفيق يا دكتور، ودايما الأكاديمية يعني متميزة بخريجينها ونوعية الطلبة كمان، ودايما إن شاء الله في تقدم. بشكرك شكرا جزيلا. شكرا جزيلا دكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، شرفتني. أشكر حضرتك جدا، شكرا. هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل هنستقبل أبطال فيلم وش في وش بعد قليل. لأكثر من 55 يوم إبهار متواصل، فعاليات غنائية وفنية وثقافية وترفيهية ورياضية على أعلى مستوى. حضور من كل دول العالم كانوا بيشاركوا في مهرجان العالمين في دورته الأولى، واللي بدأت فعالياته من 13 يوليو لحد 2 سبتمبر. أنا عايشة حالة مش عارفة إيه آخرها، مش عايزة حاجة من الدنيا تاني وكان الفعاليات الرياضية النصيب الأكبر في المهرجان، وشهدت الفعاليات بطولة لكرة القدم الشاطئية شارك فيها أكثر من 40 نجم من نجوم الرياضة على المستوى المحلي والأجنبي، وقامت بطولة دولية للبادل وعروض للطائرات RC وبطولة دولية للكرة الشاطئية وسباق للسيارات، ده غير كمان إقامة البطولة العربية للجودو. ولمحب الموضة، شهدت الدورة الأولى أول عرض أزياء للمصمم العالمي مايكل سينكو، واللي ضم العديد من التصميمات الخاصة والمستوحاة من الثقافة المصرية الرائعة وأسلوب حياة الفنون المصرية. ولتحفيز الإبداع وتنمية صناعة الإنتاج الفني وتعزيز دور الدراما التنويري في تشكيل وعي المجتمع، أقيمت الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما في دورة استثنائية بمدينة العالمين الجديدة،
واللي كانت تحت شعار 60 سنة دراما. 60 سنة هنقول ونعيش بنحبك يا دراما. في الحقيقة أن مهرجان العالمين نجح من خلال فعالياته المختلفة في إرضاء جميع الأذواق في كل المجالات، في توليفة هي الأولى من نوعها بتقدمها مصر ومدينة العالمين للعالم. فيلم وش في وش من الأفلام اللي حققت نجاحات الحقيقة كبيرة في السينما من أول عرضه في منتصف الشهر الماضي، بقاله تقريبا أسبوعين ونص، حتى كنت بقول أنه على مستوى الإيرادات عامل شغل عالي جدا جدا. الفيلم قصته بسيطة، بيتناول يعني الحياة اللي ممكن تحصل ما بين أي اتنين متزوجين بشكل رومانسي وكوميدي، وبيحاول يقترب من المشاكل الحياتية. برحب بضيوف وابطال ونجوم العمل، برحب بيكم جميعا الاول. معانا النجم طبعا محمد ممدوح. محمد متاخر معانا كمان. انتي بتعيريني عشان متاخر؟ انا قلت انا اسف التاخير. لا تقلقش. لا معانا كمان النجمه الجميله القمر اللي انا بموت فيها نوشكا. ثانك يو. نجوم العمل طبعا الفنان خالد كمال، اهلا بيك يا خالد. دنيا سامي، اهلا يا دنيا. مؤلف ومخرج العمل المخرج وليد الحلفاوي، اهلا وسهلا بيك. وكمان معانا الفنان محمود الليسي. يا اهلا وسهلا. تعرفني يا محمود. الله يخليك. مين يبدا بكلام عن الفيلم؟ مين يبدا بكلام عن الفيلم؟ يعني ما مبسوط انه عجب الناس اللي عجبها، ولو ما عجبش حد ان شاء الله المره الجايه نعمل حاجه احسن. واتفرجوا عليه يا رب يعجبكم. الفكرة على قد بساطتها، لكن التفاصيل بقى يعني الفكرة نفسها ممكن تبقى الحاجات اللي تحصل بشكل ممكن يبقى يومي ما بين أي اتنين متزوجين، في مشاكل عائلية ما بين العائلتين. التفاصيل اللي انت اشتغلت عليها من غير ما نحرق الفيلم برضو، هو الموضوع قايم مش على المشاكل بين الأزواج قد ما على تدخل الناس في أي علاقة بين الأزواج وتأثير ده على الأزواج. تدخل الناس، إن إزاي الناس لما بتتدخل حتى لو بنية طيبة ده ممكن يبقى له تأثير مش كويس خالص. دي الفكرة العامة يعني. شريف محمد ممدوح أو شريف في الفيلم بطل الفيلم، كلمني بقى شوية كده عن الدور وعن المشاكل اللي حصلت وتدخل الأهل. كمان مشاكل مرة واحدة كده؟ مشاكل الفيلم ولا مشاكل مشاكلنا؟ المشاكل اللي مشكلة بان عليها الفيلم. أنا آسف أنا جبت أخر أو مشكلة حصلت. مش جديدة. لا 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 اصلا او بيتاخر جنب يتاخر في الشغل كمان. لا لا هي مهما كان بتيجي قبل اي حد هي لسه متحمسه دور ان انا على فكره الحما اللي هتقعد لك على الواحده. لا بس عشان هي حبيبتي بتيجي فعلا، هي التزامها هي ملتزمه جدا 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 طبعا. بتيجي قبل اي حد ما يجي اصلا. انا والبواب. والله شريف شخصيه عاديه جدا، طبقة اجتماعية متوسطة يعني.
بيواجه مشكله مع مراته والناس بتتدخل ودي المشكله الكبيره وهو ده الموضوع وش في وش. انا اعتقد مش بس المشاكل الزوجيه، لا حتى المشاكل عامه ما تدخلش حد. يعني واجه، اقف واجه وش في وش المشكله. هتخلص غالبا او هتتحل ايا كان، تتحل بشكل ايجابي او سلبي بس هتتحل. هتضربوا بعض. حتى لو ضربوا بعض هتتحل ما بينهم هم. طبعا مفيش اطراف ثانيه. بالظبط، بقدر الامكان الناس حتى بحسن نيه ساعات بتحاول تظبط الكلام او تنقله بشكل مظبوط، فساعات بتجود. التجويد ده لوحده ممكن يغير وجهه نظر، يزود او تغير وجهه النظر اللي هي مطالبه انها تبقى صريحه، فالافضل تتكلموا مع بعض يعني. بس شريف يعني ما فيش حد عليه ذنب يعني في حاجه، يا رب الناس تتفرج يعجبها. بس الناس عاجبها الفيلم وكل ردود الفعل الحقيقه كلها ايجابيه بجد. ايه اللي حمسك للفكره دي؟ انا عارفه ان انت بتحب تشتغل على حاجات جديده وتعمل حاجات. الحمد لله. ايه اللي انت شفته في الفكره دي خلاك تبقى متحمس ليها؟ الورق وليد، استاذ وليد طبعا كده حاجه خطيره يعني، كده حاجه بمنتهى الحرفيه وبمنتهى الـ يعني في حبكه هايله. وحقيقي انا شايف ان بطل العمل ده بجد هو وليد الحرفاوي، هو اللي كان بيحلم بيه نفذه بمخاطره، بوجهه نظر مخرج عايز وجهه النظر دي، مش هياخد كل حاجه بقى يروح المونتاج يقص ويلزق يعني. لا، هياخد اللي هو عايزه بس، حتى لو هياخده في 60 يوم بس. انا شكلك طلعت عليهم. هو شايل بس يعني. عملت فيهم ايه؟ لما بسمع الكلام ده بس فعليا، لا البطل الحقيقي فعلا هو التيم ورك، الفريق، ان احنا كلنا حبينا الحكايه. حتى الورق الكاميرا والورق بالظبط. كل الاقسام يعني، مدير التصوير طبعا صابر، والانتاج احمد فهمي، وهاني نجيب الاساتذه، ومهندسه الديكور ياسمين عاطف، والمخرج المنفذ امير. كلنا كنا حابين الحكايه قوي، وكلنا عايزين نعمل حاجه يعني. والاهم كلنا صدقناه بعيدا عن حب الحكايه. حب الحكايه ده موضوع لازم، بس الحب والحاجات اللطيفه الجميله دي حاجه، وانك تبقى مصدق ومؤمن باللي انت بتعمله ده موضوع تاني يعني. يعني قصدي الحب العلاقه الشخصيه ده موضوع تاني، غير انك مآمن ومصدق هيطلع فيه ايه. وحقيقي وليد كان خطير في الحكايه دي، اللي وعدنا بيه عمله بالظبط، وده اللي طلع الفيلم اعتقد. انت قلت ان هو كان عنده زي مخاطره او حاجه هو عايز يعمل ايه؟ كل مخرج عنده مخاطره. وجهه النظر بتاعت الاخراج دي، ان انا اخرج فيلم بوجهه نظري ده ريسك يعني، ان يطلع زي ما هيطلع والناس تقتنع بيه، ده انا شايف ان دي مخاطره في حد ذاتها. فان هو قصدي يكملها للاخر. يعني انا فخور بيك جدا. انا عايزه اضم صوتي لصوت ممدوح، لانه من وجهه نظري البسيطه، لو الفيلم ده اللي كتبه وليد حد تاني اخرجه كانت هتطلع حاجه تانية خالص. انا بعتبر ان من اهم عناصر نجاح العمل طبعاً، مش بس مخرج، انه المخرج هو المؤلف. فهو زي ما ممدوح بيقول الفكره في دماغه. ساعات لما بيبقى في مثلا، طبعا مش عايزه اقول لك، لما يبقى بيومي فؤاد وسامي المغاوري في لوكيشن ويدخل عليهم بقى شاهين والليسي خطير، او حد بتاع مشاكل داخلي، هو ساكت كده بس هو او حد بتاع مشاكل داخلي كمان مثلا يضايقنا ويتم عصب مره يبتدوا. شايفه بقى المنظر ده؟ تعالي بقى خدي الجد في الليله دي. انا بقى كنت بضحك ورا قبل اي شوط اكتر بكتير من الضحك جوه الشوط. فعلشان المفاتيح بقى تتربط بقى وتتظبط، وهو عارف زي ما ممدوح قال ايه اللي هو عاوزه. سنة لو افيه زيادة، طب ايه رأيك بيعيد؟ لا ده لا، ده ممنوع اصلا. ممنوع ايه بالظبط؟ كلنا كنا بنسمع الكلام ممنوع حد يخرج بره الورق، ممنوع حد فينا يزود. يا جماعه لازم تلتزم. هو مكان مش محتاج كده، بس هو بصراحه الورق ما كانش محتاج يعني. جايين يفضفضوا النهارده يعني، هم لسه واضح لسه قهرتهم. انتوا قعدتوا تصوروا قد ايه بالمناسبه؟ اسبوع الثلاثة. لا يعني احنا قعدنا على مدار 6-7 شهور عشان وقفنا في النص. بس هو احنا تصوير فعلي كان 4 أسابيع وشويه، بس فتره معقوله جدا جدا جدا. بالظبط. بس كان في بينها فترات فعلا عشان وقفنا عشان حاجات رمضان الحمى. وبعدين انوشكا الجميله دي
الرقيقه الهاديه دي ما كانتش هاديه خالص. تبقى حامه كده شريره. لا ما كانتش شريره. وده الفخ ان هي تبقى هاديه جدا وبعدين بس هي مش شريره. هي مش متعالية يعني متعالية يعني شوية بس صح أو غلط هي مش يعني هي متعالية فعلا. مفيش حد شرير في المطلق يعني هي فاكرة إن هي بتعمل الصالح يعني هي زي أي أم أنا عايزة راحة بنتي فبدخل مناخيري في اللي ملياش فيه عارفة إزاي. فيمكن دي رسالة الفيلم ومش عايزين نحرق الفيلم. لا إحنا مش بنتكلم في تفاصيل خالص. خالد انا احكي لك الفيلم. ده جاهز على دماغكم. خلي الصديق خالد الصديق اللي دوره كان ايه اللي بيلبس يعني خليني اقول بشكل بسيط كده برضه عشان ما نبقاش فعلا بنهرق الفيلم. واحد من الاصدقاء اللي بيبقى ليه وجهه نظر في المشكله اللي بينه وبين مراته وبيطرح حل وطبعا بيودي الدنيا في داهيه لانه ما بيعرفش حاجه يعني هو ممكن عايز يساعد بس عايز يساعد شبه اي حد ممكن يساعد في اي مشكله بين زوجين في المكان ده تحديدا هو البيت ده وهو ما يعرفش ابعاد موضوع في ابعاد كثيره جدا. احنا انا لما يكلمني واحد صاحبي يقول لي انا عندي مشكله مع مراتي ويحكي لي ابعاد المشكله هو حكى لي ابعاد المشكله بس في حاجات كثيره جدا حوالين المشكله انا ما اعرفهاش وبالتالي فرايي ده يعني راي سطحي مش المفروض يتاخد بيه يعني. فيعني عملنا اللي علينا وخربنا الدنيا بينهم خالف تعرف ده. دنيا كانت لذيذه مش طبيعيه. وعندك مشهد هي المفاجاه الحلوه اللي في في الفيلم بصراحه لذيذه مش طبيعيه. كلمي بقى عن دورك في في في, في الفيلم وخاصه انت واضح انت التزمتي زي ما بيقولوا بال كلنا يعني انا هتكلم عن نفسي انا يعني لا هو انا شيماء هي اللي شغاله المفروض بتاعتهم في البيت هي مالهاش دعوه بكل الليله هي كل اللي هي شايفاه انه هي نموذج للشخص اللي بيستكتر الحاجات على الناس شايفه انه هو بشوف تايسون خساره في امينه في الفيلم يعني انه يعني طيب وغلبان ان هي طول الوقت بتزعق وكده وايه بحرق كده وكده يعني مش يعني انا ما انا بصراحه انت فاتين بقول كل حاجه انا بحكي اللي حصل في الاعلان يعني بس هي انا بقى حاجه معلش البنيه القمر دي لما تشوفوها في الفيلم هتشوفوها حاجه تانية هي بتغير شكلها برافو مش عايزه اقول لكم يوم الافتتاح دخلت خالص يعني انا واحده من الناس قمره وهي قمر هي خليك هم الاثنين هم الاثنين هي قمر بس دي شطاره صح؟ طبعا هي طبعا وانت بتمثلي مش فارق معاكي ان الناس تقول الله البنت دي حلوه بس الله لا انا اخر حاجه بفكر واحنا قاعدين بنتفرج عليها احنا مثلا ورا الكاميرا لو مش ملطوشين احنا كلنا كنا في نفس اللوكيشن ولو ما بنتكلمش لو المشهد مش مشهدنا لو مشهدهم هم في مشاهد هم كانوا لوحديهم كتير بنبقى كتير. عايزين نقعد نتفرج هم هيعملوا ايه دي حلاوه ولذاذة بجد يعني اللوكيشن كله وبني ادمه جميله دي شهاده مهمه جدا يا جماعه والله انا ما بعرفش ارد على كلام خد المقطع ده ونزليه على الفيسبوك كده عندك مواهب تانية كمان يا دنيا بتطبله بلعب طبله وشاطره وعارفه انت بتعملي حفلات الطبله قبل كمان التمثيل الطبله يعني بطبل بقالي حوالي 10 سنين هي كانت هي السبب ولا يعني الطبله كانت السبب ان انا انت عندك 10 سنين اصلا يا يعني تايسون يعني ما تحرجنيش قولي لي ازاي جت ازاي الطبله وبعدين هي انا كنت بلعب طبله في مدرسه اسمها مدرسه فنون الضرب الاحمر اتعلمتها يعني احنا اولاد منطقه واحده انا وهي ايوه الضرب الاحمر وانا مسلمه الضرب الاحمر 100 بس كانت مدرسه يعني بتاخد من سن 8 سنين ل 18 سنه في الوقت ده فدخلت مده الدراسه فيها سنتين دخلت اتعلمت طبله وكانت مشروع التخرج لينا ان احنا نعمل عرض مسرحي وانا كنت بكره التمثيل وكنتش كنت بحبه خالص شوف انا دمي تقيل جدا
بغض النظر ان ممكن الناس تكون شايفاني دمي تقيل برضه، بس يعني ده ايه ما بيننا عشان ممكن يرمي حاجه دلوقتي انا بلحق نفسي. اه بالظبط بلحق نفسي عشان خالد يقول حاجه خليتها من على لسانه. اه انا عشان كده بصيت له بس. فكنت شايفه ان انا يعني امثل ليه، انا كنت شايفه حلم تاني في الطبله وان انا هبقى عالميه وحاجات كده، لحد ما وافقت غصب عني عشان قالوا لي هتطبلي في المسرحيه. فلازم عشان تطبلي تمثلي. فعملت عرض كده، فمن بعدها كانت مخرجه لبنانيه اسمها حنان حج علي جات لنا من لبنان، ادتنا ورك شوب واخرجت العرض وقالت لي انت ليه مش بتمثلي وانت ينفع تمثلي وانت صوتك وشكلك على المسرح فقدمت في المعهد معهد الفنون المسرحيه واتقبلت من اول سنه يعني. فقلت بقى ده طريقي للفن فاما اشوف طريق تاني. بس ما كانتش عامله لكم اجواء كده بقى طبله وهنا وكده في الخارج؟ لا لا في وقت لا لا ما فيش بقى الكلام ده يعني. طب احنا كناش احنا كتير قوي كتير قوي. ليه ما كنتوش ناقصين ده؟ اللي احنا يعني الضحك اللي احنا بنعمله دلوقتي لان احنا خلاص الجد خلص. احلى حاجه في الفيلم انه قد ما في ضحك بس قد ما في جديه يعني. انا مش عارفه اصنف بالظبط جد جد يعني الملح لو زاد شويه. بس انا متخيله الكواليس اللي فيها ابطال الكوميديا ونجوم الكوميديا بالشكل ده. طبعا هنا في كوميديان خطير ليسي طبعا مش قوي على فكره. لا 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 خطير. لا معلش خطير ميرسي ميرسي يا استاذ خالد شهاده دي هعملها مقطع برضه مع بعضيهم دلوقتي بيضايقوا بعض. هو خالد مش بيضايقنا، خالد بيضايقنا، خالد بيضايقنا لله يعني. قول لي ايه اللي ممكن نتكلم عليه في دورك في الفيلم؟ دوري في الفيلم؟ ينفع يتقال؟ والله مش فاكر بس يعني تحت العبايه. لا انا هقول لك على حاجه، الفيلم ده مختلف في ايه؟ يعني انا يعني ادعي يعني ان انا بيجي لي سيناريوهات افلام كوميدي كتير قوي. والسيناريو بتاع الفيلم ده اول ما جالي ودي حاجه ما بتحصلش ان انا ضحكت وانا بقرا. فالعادي السيناريوهات الكوميدي يلا يا استاذ تعالى قول لنا افيهين وبتاع مش عارف ايه وكده وهنعمل فيلم كوميدي يعني، انما تعالى ضحكنا. انما السيناريو دوت بجد بجد انا كنت بضحك وانا بقرا السيناريو ده. تعب عليه واضح. اعتقد ده اخد سنين يعني. عملتيه مجهود واضح جدا صراحه. قعد وقت طويل. اتكلم انت بجد. انسفنا بقى. لا يعني السيناريو لان انا كانت الحكايه في دماغي من فتره يعني، انا بخرج بقى لي فتره كنت عايز اكتب فيلم فخدت وقت في كتابه السيناريو ده عشان الحكايه. لا يعني على مدار شهور يعني قربنا من سنه الدرافت الاولانيه والثانيه والثالثه. وفي مرحلة ما عملت ورشة بشكرهم برضو أصدقائي شادي الرملي وحسين نيازي شاركوا في السيناريو معايا يعني. فكان في مراحل كتير يعني عشان كده بقول التعب عليه في مجهود مش يلا هنعمل فيلم نضحك الناس بالظبط بالظبط. وبعدين قريت السيناريو فضحكت وانت خلاص انا سلمت الورق. دي اول تسليمه. تاني تسليمه ان الاستاذ وليد يعني انا يعني على المستوى الشخصي انا بحبه جدا واشتغلت معاه قبل كده. فتاني تسليمه كانت حصلت. تالت تسليمه بقى الكاست العظيم دوت. لا ما كنتش عارف والله ان انت موجود. ودي حاجه كانت هتشجعك اكتر. يا اخي بقى شويه. ف لا بجد بجد من احلى الافلام اللي انا عملتها لان هو قائم على كوميديا الموقف مش قائم على كوميديا الافيه. وده انا بعتقد ان دوت لود على اي ممثل كوميدي ان هو يلا كاريت افيه علشان نضحك الناس ودي حاجه مش سهله. بتبقى سخيفه في بعض الاحيان. بتبقى سخيفه في بعض الاحيان. فده كان مريحنا. انا بقى حاولت اجود في النص وكاريت افيهات. فهو استاذ وليد في الاول يعني ايه كان بيرفض يعني بطريقه لطيفه. لا 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 في الطريقه لطيفه واضح ان الطريقه ما كانتش لطيفه. لا هو بعد كده بقى بياخدني على قد عالي يقول لي ايه طب وشيلها في المونتاج. قولوا وانا هشيل بقى اللي مكتوب علشان اشوفه عشان تريحه وبعد اللي مكتوب اللي انت عايزه. في حاجات فعلا بيبقى فيها شك بس هو الفكره ان ساعات بيبقى في حاجات ممكن تضحك
في لحظتها يعني لو بصيت لها لوحدها، لكن ما تركب انما لما تركب الحاجات على بعضها ممكن تبقى كتير، او ممكن تخلي الشخصيه بتهزر زياده عن اللزوم فما تبقاش مفيد كتير. سبت بقى مفيد كتير، لك انت مظبطين الحاجات انا وليسي مثلا ومبسوطين وبنضحك جدا وبناخد اراء ناس ثانيه، مظبطينها بعيدا عن المخرج بعيدا عن الورق عشان تفاجئوا الطموح عشان نخش بقى انا وليسي على الاستاذ وليد مبسوطين جدا بقى ان هو هينبهر يعني، ف بيسمع ويرحمك كده وهو خياله حلو جدا طبعا، الاكشن كده مميت بيموت. ايه اكتر الحاجات اللي حاولتوا تكريتوا فيها وتقال لكم لا؟ لا ما احنا مش فاكرين، احنا حاولنا نجربها طول الوقت يعني. للامانه ساعات بيبقى في حاجات ممكن تبقى حلوه فعلا برضه، بس ممكن بس الفيلم ده نوع الافلام دي بالذات لو طال سنه يعني بيبقى في شعره ما بين والناس، لا انك تضحك وانك تحس ان في استظراف يعني، هو بيبقى اختيار برضه. ولا وهو كان انا اسف اعتقد كان ده حاصل، وده حاصل على الورق، ده كمان خطير انه باين على الورق، في ايقاع مطالب انه يبقى موجود وفي ردود ما بين ناس وناس بعيد عن بعض في لوكيشن مختلف، حد يقول حاجه بيرد هنا، ما ينفعش بعض حاجه تقول افيه حتى لو حلو حتى لو يضحك، مش هيبقى متصل باللي بعديه اصلا. الاهم العمل كله مش الافيه، وده احنا بنفتقده في حاجات كتير، ان ممكن عشان خاطر الافيه نبوظ مشهد كامل في فيلم، وده مش صح. مش موضوع صح وغلط، هو كله بس قصدي الاحلى ان احنا ونوعيه العمل دوت محتاجه ده بالظبط. ونوعيه العمل الصح ده حقيقي، ونوعيه العمل ده بالذات كمان ان احنا محتاجه ان هو عمل بيتكلم عن مشكله اجتماعيه او حاجه اجتماعيه بحته، هنضحك جوه ده من حلاوه الموقف مش عشان احنا دمنا خفيف، لا هو الموقف غاز في حاجات من كتر ما هي ماساه يمكن تجيب ضحك فعاد، وده انا شايف ان حاصل كتير الحمد لله. فكره كمان انك يبقى معاك العدد ده من النجوم كتير ما شاء الله، ودي يعني البطوله تقريبا جماعيه، كل بالزبط. الناس ليها دور وكل بالزبط. الناس ظاهره وكل الناس حلوه، دي حاجه مش سهله خالص. وكل الناس مختلفه خالص. عن حاجات تانيه عملناها بالظبط، مطلعينها في شكل جديد يعني. انا بأشيد بمشهد ما بين شاهين و اسماء اوكي. يعني انا ما بشوفش انه كلهم جابوا ضحك، سلوى محمد علي مع المشهد مع خالد يعني كل مرة أنا اتفرجت على الفيلم لحد دلوقتي، عملنا 2 بريمير وفي وسط الجمهور الناس بتضحك من أول الفيلم للآخر وبيضحكوا يعني فاهمين ومستوعبين المشكله، وده اهم بالظبط. وده مش سهل، انت ممكن تضحك الناس لقطات في الفيلم مش كل الفيلم، مش افيهات زي ما ممدوح قال، مش الفيلم مش افيهات، انما ده فيلمنا مش عايزين نحرق الموضوع طبعاً. بس اللي انا هنتكلم بشكل عام، ببقى مبسوطه جدا ان اللي دخلوا الفيلم عايزين يدخلوا تاني، وبيطلعوا وهم فاكرين مشهد يعني انا مش كوميديانه بس بيضحكوا، سلوى مش كوميديانه بيضحكوا، امينه وممدوح في ان خالد كمان يضحك في حد ذاته والله انت خدتها مع انسان بقى، انت هتقول لي برضه ان خالد كمان لا خالد بيضحك في الحقيقه والله. انا كنت هتكلم على خالد، ان خالد دايما من اعماله يا ظابط يا مجرم يا حد شرير يا حد قوي يا حد متسلط يعني دايما جد قوي، ففكره انه خالد يعمل الصديق ويعمل كمان مشاهد كوميديه، فاعتقد زي ما انوشكا قالت ان كل حد عامل حاجه شويه فيها حته جديده، ده حصل معاك يا خالد صح؟ ده حقيقي ما كانش يعني كان بقالي كتير ما عملتش كوميديا، ده كان من الوصيه وفيلم بنك الحظ مع تايسون برضو، وكان ده كان من 4-5 سنين، وانا بحب الكوميديا يعني، فكان نفسي بصراحه اخد التجربه يعني. طبعا كانت فرصه كويسه ان كل واحد يعمل حاجة مختلفة شوية عن اللي هو متعود يعملها يعني. في ناس بترتاح في الشغل مع بعض؟ يعني لما يجي لكم بشكل عام بقى، عشان يعني ما نبقاش بنتكلم بس في أحداث الفيلم، لما يجي لك يا ممدوح مثلا عمل، في ناس يعني أنت وأمينة خليل عاملين كيمستري حلوة مع بعض بصراحة، هل في ناس كده أنت بتحب تشتغل معاها بتحس إنه أكيد طبعا هتنجحوا أكتر مع بعض؟ الناس. بص بصراحة أنا يعني بنكتشف الكيمياء دي لما بنشتغل مع بعض، فانا بحب اجرب احب اشتغل مع كل الناس يعني، بيشرفني اشتغل مع كل الناس طبعا، وبحس ان انا بتعلم من اي حد بيشتغل معايا،
امينه طبعا بحب اشتغل معاها جدا يعني، وخالد ولا واستاذ يعني كل الناس نفسي اشتغل معاهم تاني. انتوا عملتوا مع بعض كذا حاجه يعني. الحمد لله طبعا. مثلا كان خطير كلكم مع بعض. الحمد لله. الجراند انا وممدوح ما اتقابلناش غير هو في مشهد يتيم خالص. المسلسل ده كان حلو حلاوه. الحمد لله الحمد لله. يعني بجد ما كانش طبيعي. فتح خير علينا جميعا. كلنا فعلا كلنا بلا استثناء. محمد شاكر ربنا يمسيه بالخير يعني. وزي ما برضو يعني كنت اشتغلت مع سامي المغاوري برضو في مسلسل ما تقابلناش برضو في ولا مشهد. المرة دي بقى بوزنا كان بوز بقى قاعدين جنب بعض ونناكف في بعض طول الوقت، مناكفة قدام الكاميرا. واتفرجي بقى على المناكفة ما بين بيومي وما بين سامي المغاوري، اثنين عناتين ورا الكاميرا طول الوقت بتحتل تحت. لان احنا حقيقي كنا بنحاول بقدر الامكان نحافظ على هدوء المكان، لان احنا اللي عنده ميعاد كمان ساعه، واللي خلص مش عارف ايه، واللي جاي مطبق، واللي اصلا مش عارف ايه. فاحنا على وشك ان احنا هننفجر كلنا. فبالتالي كل حاجه بتحصل بهدوء، وهو اصلا نوع الشغل مع وليد براحه وبهدوء، وبيحاول يخلي يستوعب كل حاجه، ومعلش يعني ايه عشان مش عارف ايه يعني. لو احنا عايزين كمان صحيح يعني زمايلنا اللي ما جوش بقى طبعا. كلهم يعني نشكرهم جدا، وانا بشكرهم. انا يعني بقول لك انت كان معاك نجوم. امينه وشاهين واسماء وبيومي واستاذ سامي واستاذه سلوى، كل الناس دول يعني وحشني والله يعني. لو شايفنا وحشتوني جدا. في حد شايفنا ومعانا كمان على التليفون. نجمه امينه خليل. امينه مساء الخير. مساء النور، ازيكم يا حلوين؟ الحمد لله كلهم بيسلموا عليك. ازيك يا ايمان؟ عامله ايه؟ الحمد لله تمام. عايزه اقول لك الاول مبروك. هاي هاي. ازيك يا وليد؟ ازيك يا ميمه حبيبتي؟ عامله ايه؟ هو مش شايفك بس انت فين؟ لا عايز اعلي الصوت بس. امينه عايزين كلنا اقول لك مبروك على الفيلم، فيلم حلو قوي وردود الفعل عظيمه. وكنت لسه بتكلم مع تايسون في فكره ان انتوا كمان بتعملوا مع بعض، انتوا الاثنين عاملين حاله حلوه. والحمد لله الحمد لله. اي عمل بيبقى فيه ممدوح وامينه خليل لا بيعمل شغل حلو قوي، فمبروك يعني. الله يبارك فيكي. طبعا ميرسي جدا. بصي العمل ده احنا كلنا حطينا فيه مجهود رهيب جدا، ان احنا نحاول نركز في ظل المواقف الكوميديه اللي كانت بتحصل طول الوقت، والسكريبت الكوميدي اللي كان موجود اللي وليد كاتبه سكريبت عظيم. ومبروك لي يعني، مبروك لكم كلكم. انا قاعده بتفرج عليكم دلوقتي، انا في البيت وشايفاكم على التلفزيون، فخوره جدا ومبسوطه بيكم جدا، وكلكم شكلكم زي القمر، ومبسوطه جدا وانتوا قاعدين بتحكوا قصصنا على حاجات حصلت في اللوكيشن، وقاعده مبتسمه جدا. ويعني فعلا انا اللي عايزه ابارك لكم اصلا. ما عندكيش حكايه انت كمان يعني؟ واضح ان كل حد فيهم عنده كده حكايه في اللوكيشن، او حد فيهم شايل من التاني شويه او شايل من المخرج. لا لا على فكره هم كلهم بيشيلوا من خالد. على فكره انا وخالد ما عندناش اي مشاكل الحمد لله، بنحب نشتغل مع بعض جدا. حاجه خالص صح خالد ولا ايه؟ هو تايسون كلمك. انا ايه انا مستني حاجه والله يا امينه. انا بحب اشتغل مع خالد جدا. دول كلهم بيشيلوا من خالد ما عدا انا. يا امينه انت حبيبتي، احنا من زمان بقى احنا على عهد. لا بصي مفيش، مش هقدر اقول موقف بعينه حصل، علشان هو علاقه يعني علاقتي انا مع كل شخص علاقه انا بحبها يعني جدا جدا جدا. يعني طبعا انا وتايسون خلاص بقينا عشره، بقينا حافظين بعض يعني، ده اخويا وحبيبي وبموت ان انا اشتغل معاه، ببسط جدا. وبصي الحاجه الوحيده اللي هقولها الكيمياء اللي انتوا كنتوا بتتكلموا عليها دي حاجه ما اظنش ان هي لا في ايدي ولا في ايده يعني، دي حاجه ربانيه كده الحمد لله ربنا رزقنا بيها. شكرا يعني. وطبعا يعني انوشكا دي تاني مره ان هي تلعب دور مامتي، وببسط جدا بالموضوع ده عشان احنا علاقتنا لطيفه جدا برضو، وبنقعد نتكلم في حاجات كتير، وبنحب ان احنا نشتغل مع بعض، وهي مجتهده قوي وبتعلم منها كل مشهد قد ايه لازم اركز في كل تفصيله وكل أنا حاجه. انا اللي اتعلمت منك أي المره حاجة. دي نعم انا اللي اتعلمت منك المره دي يا حبيبتي يا انوش. ما كانت عندي مشاهد كفايه ما بين يعني ليسي ودنيا، كان نفسي ان احنا يبقى عندنا مشاهد اكتر. ده من حسن حظك والله يعني. وحظ الجمهور. بكل فخر يعني ان انا بقول فعلا دنيا بعد ما اتفرجت على الفيلم
احب اقول لك ان انت دورك اكتر دور عجبني واكتر دور انا شايفه ان هو عامل ضجه فظيعه ما شاء الله. وبجد بجد مبروك قوي علشان انت تستاهلي يعني كل حاجه حلوه فعلا. يا امينه والله شكرا بجد. انا ما واما بقى المايسترو الكبير استاذ وليد طبعا يعني انه كل ده حصل علشان هو كان عنده رؤيه دقيقه جدا وحقيقيه جدا وهو عرف يسيطر على 12 ممثل بيجروا ورا بعض في اللوكيشن طول النهار. شكرا يا حبيبتي. طبعا ان انا اشكره يعني ان هو قعد متماسك بالرؤيه بتاعته دي ايا كان ان احنا اصلا مشينا وصورنا مسلسلات في النص ورجعنا تاني وان هو كان فعلا عنده فيجن فظيعه وبعد ما اتفرجنا على الفيلم في اول يوم ما اتفرجنا عليه في البريمير فعلا انا كنت بسقف من قلبي يعني يعني البريمير بتاع القاهره دي كنت عايزه يعني كان في كلام كتير قوي كنت عايزه اقوله بس طبعا كان في حوالينا ناس كتير ما عرفتش ان انا اقوله بس الحمد لله ان انا جات لي فرصه دلوقتي ان انا اقول ده ان انا فعلا كنت عايزه اسقف لكل واحد فيكم علشان انتوا كلكم ابهرتوني 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 في الفيلم ده. شكرا يا حبيبتي ويعني انا عايزه اقول برضو امينه يعني كان ليها جمله مشهوره معايا من اول الفيلم انها كان في ظروف وعندها مسلسل وكان ظروفنا صعبه في الاول في التصوير كانت بتقول لي انا مش هفرط في شوت في الفيلم ده وقد كان فعلا يعني. ميرسي يا امينه حبيبتي وحشتينا والله. شكرا امينه خليل ومره ثانيه مبروك يعني. شكرا يا حبيبتي. على قولك امينه فضل. عايزه اقول حاجه اما بقول اتعلمت منها حاجه امينه الحق يقال زي ما قالت كنا 12 واحد بطل. في اللوكيشن ده غير بقى المجموعه اللي خلف الكاميرا وكلنا متنشنين قد ما احنا بنضحك وبتاع بس هي كانت دايما اللي انا اتعلمت منها how to keep yourself cool quiet مالكش دعوة الموضوع هناك حتى تلاقي مثلا حاجة وقعت المشهد الإزاز كلنا كنا قلقانين فتقولش كل حاجة هتبقى تمام كل حاجة هي عندها كده بتعرف تضبط انفعالاتها انضباط في الانفعالات جدا أنا لا أنا بكون لازم أعرف أضبط انفعالاتي كلنا محتاجين كده. ايوه انا بستاذنكم هنطلع لفاصل وبعدين نرجع نكمل كلامنا بعد الفاصل. ده جزء من الميكنج الخاص بفيلم وش في وش واضح انه الكواليس كلها ضحك وتهريج ولذاذه يعني او ده اللي وصل لنا والله بيتهيألي ده اللي وصل بس عشان الاغنيه كمان كانت لسه شغاله دلوقتي يعني عايزين نشكر يعني استاذ ايهاب عبد الواحد واستاذ محمد دياب على يعني الاغنيه الجميله دي وشرفونا ونورونا يعني بيها ان هم عملوا اغنيه الفيلم. انا لسه كنت بقول لك دياب شاطر قوي كمطرب قوي وشاطر قوي كممثل شايف كممثل اصلا حقيقي حقيقي ما شاء الله عليه يعني ربنا يزيده ويحفظه يا رب موهبته خطيره الله اكبر عليه. انت كنت عايز تقول حاجه عن لا لما كنا بنقول كلهم اصحاب يعني هو من الغايبين في ادوار الرجاله في الفيلم يعني طبعا احمد خالد صالح يعني ومحمد شاهين والاثنين يعني وحشنا واحمد خالد عامل دور جميل جدا وشاهين عامل دور جميل والناس يعني كلهم بيتكلموا على الشغل اللي عملوه. كان في بقى علاقه ان تايسون وخالد وشاهين اصحاب واحمد يعرفهم بس جديد عليهم ودي شبه العلاقه اللي في الفيلم اصلا يعني ان هم الثلاثه اصحاب من زمان تايسون وشاهين وخالد اصحاب من سنين قديمه من قبل التمثيل يعني واحمد يعرفهم بس ما كانش فكان بيبقى فيه واحنا قاعدين في الاوض كده ببقى شايف حاجه شبه الفيلم شويه اخونا الصغير يعني فعلا احمد هم يعني مع بعض حاجه واحمد والعلاقه جميله وبتاع بس في حاجات هو لسه مش فاهم هزار مؤدب قوي احمد فمش عارف يخش في هزار معانا شاهين وخالد وانا وشاهين وخالد ساعات بنلطش في بعض يعني اصحاب قوي يعني فاحمد يقوم ضاحك ومش عايز مش عارف يدخل قوي مش عارف يشارك فبيشارك من بعيد لبعيد فده كان موجود حقيقي في الفيلم ده حقيقي ده حقيقه كانت يعني كانت ايام حلوه الحمد لله. انت يعني بعد اي مشروع الواحد بيعمله اي شغل وخاصه لو تعب فيه ويعني عمل مجهود امتى بعد ما الفيلم او المسلسل او اي عمل ليك بيتعرض بتحس ان انت بدات ترتاح وبدات تعرف انك
عملت حاجه كويسه ولا لا؟ حقيقي وش في وش ده من الحاجات يعني اخر حاجه يعني الحمد لله رشيد، الحمد لله مسلسل بتاع رمضان اللي فات، بس وش في وش اول ما خلصت حسيت براحه خطيره ان احنا خلصنا، ان احنا كان عندنا كلنا مسؤوليه ان الفيلم لازم يخلص يعني او يعني توقيت معين عشان احنا طول قوي مننا، واحنا حقيقي شركه الانتاج انا بشكرها جدا جدا، احمد فهمي وهاني نجيب والناس اللي تعبوا معانا، كرانشي ونوران وكريم النيلي وكل الناس يعني حقيقي كل الناس تعبت معانا، مش عايز انسى حد يعني، استحملونا وكانوا بيطبطبوا علينا وبيدادونا وهم عندهم مشاكل كبيره في وحقيقي عملوا كل اللي عليهم يعني. لما خلصت لما اول ما شفت الفيلم يعني اول ما شفت الفيلم والله حقيقي من الافلام اللي انا بجد لما انا فخور ان انا يعني انا لما بينزل التتر بتاع النهايه انا بقف عشان اخد التكسير بتاعي عشان اخد تكسير الفيلم عشان انا مبسوط بان انا عملت الفيلم ده، انا فخور بان دخلت الفيلم بيحترم عقليه البني ادم المتفرج، مش قصدي بان هو خارج او غير خارج لان دي بنختلف عليها ونسيبها، بتتكلم على الفكره نفسها، انا بتكلم ان احنا الناس تقعد تفكر في حاجه، الناس تبقى مع احترامي انها تخش الفيلم مش مره لا مره واثنين وثلاثه، وهو ده النجاح. احنا احيانا السوق عندنا بيجي يقول يا احنا اول ناس عشان الناس دخلت مره واحده عشان عددنا كبير قوي، فلما يخشوا مره واحده هيتنجح الفيلم، الفيلم هتجيب فلوسك، بس النجاح المستمر ان انت تخش بقى مره وده ما بيحصلش في افلام كتير، مش هخش مره وبعد كده اطلع اقول للناس ما تخشوش تاني، بس خلاص دخلت يعني في افلام الناس بتخشها بعد ما تخشها تقول لك خلاص ما تخش تاني بقى يعني، ودي اسوأ دعايه اللي هي من يعني من حد لحد بيقول لك لا ما تخشش تاني، ده وحش الحاجه اللي تشرف ان الناس الحمد لله بتخش تخرج بيقولوا يلا عايزين نخش تاني ممكن نتفرج تاني، عايزين يشغلوا دماغهم في اخراج ذكي جدا ورق ذكي جدا، ده انا لوحدي ده لوحده بالنسبه لي انا كنت حاسس ان عملت حاجه جديده فعلا فرحان بيه جدا. والتجربه انا عارفه ان انت يعني عندك ملاحظات على التجربه دي. لا انا كنت داخله التجربه من قبل اي حاجه، مجرد بس قعدت مع وليد قلت له لا بس انا بعتذر انا مش عايزه ولسه مش عارفه كل اللي اعتذرت في الاول. اعتذرت لانه حسيت خفت جدا ان انا هخش برضو في دور الام المتسلطه بتناكف متسلطه و و و دي كانت منطقة ان انا دايما بتزنق فيها. بس بعد الحوار مع وليد وبعد بعد ما فهمت الموضوع بشكل كويس، لا انا مبسوطة جدا ان انا اشتركت، وبعتبر إن رغم ان انا اشتركت في افلام سينما بس كضيف شرف، انا بعتبر دي بالنسبة لي بداية سينما حقيقية. سعيدة جدا جدا وفخوره زي ما ممدوح قال، مبسوطه جدا بالكاست كله بالفكر، صحاب مش بس صحاب، انا كنت سائله امتى الناس امتى بتنبسطي بتحسي ان انت نجحتي وتحسي انك نجحتي، انا اتفرجت على الفيلم وانا في وسط الناس من غير ما هم يعرفوا ان انا داخله او كده، تعليقات الناس وبيخرجوا وبيرجعوا يتفرجوا تاني، دي من اكتر الحاجات اللي بتسعدني واكتر الحاجات اللي بتبسط الواحد. في رساله جات لك مثلا اسعدتك قوي على الفيلم او على دورك في الفيلم؟ يعني رساله الاستاذ نبيل الحلفاوي. انا لسه كنت طبعا الفنان الكبير الكبير العظيم نبيل الحلفاوي، طبعا وليد ابن الفنان الكبير، عايزين نتكلم عليه شويه لانه انا من عاشقيه. اتفضل. انا دمعت لما انا ما عرفتش اكمل، يعني بعت رساله وما عرفتش اكمل. كتب لك ايه في الرسالة؟ لا دي حاجه لا مش بس يعني بيشجعك بيقول لك حلو انا كنت سعيده جدا، خرج من الفيلم وكان مبسوط وكان الوقت متاخر، وتاني يوم راح بعت لي انا فويس نوتس لكل حد على حده وقال لي بعتها عشان مش كل الناس هو معاه نمرهم يعني، وقال لي بعتها لهم كل رحت هو دايما كده. على فكره هو دايما لما بيشوف حاجه حلوه بيكتب عنها وبيتكلم عنها، هو وحقيقي ميزان حساس يعني والله حقيقي يعني انا هو عارف انا استاذ نبيل لما مسج وصلت لي انا لا هو بص لما بيقول على حاجه حلوه يعرف انها عظيمه بالظبط، كل لان هو يعني عنده مقاييس وعاليه ستاندرد عالي قوي بالظبط، ولما يقول على حاجه كويسه يعني كلنا الحقيقه والله نفسي ذوقنا زي ذوق يعني زي ذوق المبدع ده بصراحه بحقيقي يعني انا مبسوطه جدا انه زي ما ليسي كان بيقول ده مش فيلم افيهات يعني، ولو تبصي تلاقي ان كل الافلام اللي في السوق كلها افلام كوميديه. ده فيلم
بيحترم المشاهد، بيحترم عقلية المشاهد. أختي اتفرجت أونلاين كمان أوكي، وبعتالي رسالة بتتكلم على إن مبسوطة جدا وهي في فرنسا لما بتتفرج على فيلم مصري بيحترم عقلية المشاهد ومش كوميديا تافهة. فكرة كمان يحترم عقلية المشاهد إنه يعني الدنيا تبقى واقعية، يعني في تبقى واقعية. وتاني نرجع لنفس المصطلح متعوب عليها، يعني في ناس تعبت في الكتابة، في ناس تعبت في الإخراج، في ناس تعبت في التمثيل، في ناس تعبت إنه يبقى الكلام والمواقف كلها حقيقية. عايز أروح لخالد وأعرف بقى بعد التجربة دي هنشوفك تاني في كوميدي كتير ولا هي حاجة كده؟ والله لا أتمنى نرجع يعني تاني للعنف. لا أتمنى أتمنى يعني نفسي نرجع للعنف. لا والله أنا عايز أبطل عنف وسرقة وإجرام وتشرد وسرقة تانية. أنت أنت طلعت عينينا في رمضان. إيه رأيك؟ لا مش عايزة أقول لك. أنا زعلانين منك قوي بصراحة. بس دي شطارة يعني، دي شطارة إن أنت بتوصل للناس، لأن الناس فعلا هو بصراحة كان يعني حق يقال تحت الوصاية ده حاجة تانية. يعني إحنا كنا يعني بصراحة احترامي أنا آسف لكل الناس طبعا. ده كان رمضان كان في حتة والمسلسل ده في حتة لوحده. أنا ده موضوع تاني خالص يعني. وشحتفة بقى وعياط وحاجة إيه بدلنا. بس معلش أنا آسف دخلت في مطابق حاجة زي دي. بس هو لا هو مش موضوع شحتفة، كله في مكانه. بس اللحظات اللي كان فيها صيد أنا ما بحبش الصيد. أنا بكره ساعات الملل بتاع الصيد. أنا كنت قاعد حاسس بكل حاجة. شاكر الأستاذ شاكر كان عاملها في لحظات الصيد دي. لما نحتفل لما بيرجعوا بخير. والله العظيم بفرح. انا كنت باخد نفسي. انا بفرح. انا بفرح لما الجمبري دي ظهر. بفرح جدا. وانا بكره الحاجات دي. ما بحبش انا طبعا يعني ما بحبش. احنا هنخش في موضوع تاني. بخالد الشر اللي شفناه في رمضان نسيناه في وش بوش بالشخصيه اللطيفه، حتى لو بيعمل اذى بس هو اذى غير مقصود بنصايح مش مدروسه. فانت ممكن تكمل في وليه ربنا يكتب عليه بس ويبقى يصفى من جوه. انا كده عشت عمري، احنا عشت عمري جدا كنت عايش عنده في البيت فتره كده. هم هادين على فكره. هو في سنه ايوه فتره طويله يا سيدي. اصحاب بقالكم كام سنه؟ لا كتير قوي. كام سنه يا غالي؟ يعني ممكن 20. ما شاء الله 20 سنه. وشاهين اكتر. شاهين قبل يا ده انتوا كبار قوي. اعرفه من 25. يعني انا ده كده عندنا 3 سنين. خمسه تجيل جديد. فانتوا من 20 سنه قبل بقى ما اسمكم يتعرف قوي او قبل ايام ما كنا بنمثل. لا في فتره كنت قاعد عنده في البيت. يعني كنت انا عندي تصوير وبروفات في حتت قريبه من بيته فقاعد معاهم في البيت. قاعد معاه هو تامر اخوه في البيت. انت الحلميه. الحلميه هو الهرم. ما كنتوش جيران بس كنتوا اصحاب من المعهد. لا من لا لا هو مش من المعهد كمان تايسون ولا انا كنت في المعهد. كنا في الجامعه وحتى قبل الجامعه. لا ما كانش علاقه بالجامعه. هي كانت هي علاقه غريبه كده. اصحابنا بيمثلوا فانا بنفذ لهم في عرض وهو في العرض اللي جنبي. فاتقابلنا فانا انبهرت بيه على المسرح. شفته بيمثل على المسرح ان هو يعني مش هقدر اتكلم عن خالد كمال. خالد مصر الخطير. وعلى المسرح ما حدش شافه حاجه مرعبه يعني. بيركبوا دور. بحس ان انت حقيقي. عارفه يا ايمان عايزه اقول حاجه. من احلى الحاجات اللي انا بحسها لما ببقى واقفه قدام زميل وانا قبل ما اكون زميله كمتفرجه ابقى اصلا معجبه محترمه بي. مش معجبه بيه، محترمه شغله. فالعمل ده بالنسبه لي مبسوطة جدا ان كل الكاست كل واحد انا شخصيا محترمة شغله جدا. احنا فرحانين. والله كلنا كلنا والله. كنتوا بتتخلعوني من فضلكم شوية. كنتوا بتتخيلوا من 20 سنة وانتوا اصحاب ان في يوم من الايام اسمائكم كبيرة نجوم تشيلوا افلام؟ كان عندكم الحلم ده؟ طبعا اكيد. كنا بنمثل وكنا يعني ما كناش حاطين عينينا على اننا نبقى نجوم. على قد ما كنا بنستمتع جدا باللي احنا بنعمله سواء مسرح سينما تلفزيون. المتعه هي اللي محركه. شفت مسرح سينما تلفزيون دي تحس قاعد مع نيلي. لا الممثل الوحيد تايسون اللي اشتغلت معاه سينما ومسرح وتلفزيون الثلاثه يعني. صحيح. فكنا بنستمتع وبنبسط وكنا عارفين ان احنا في يوم من الايام انبساطنا ده هيخلينا نبقى حاجه في المستقبل يعني. دنيا ناويه على ايه؟ عندك جمهور كبير قوي.
لان انت قدمتي كمان مسلسلات في بيتنا روبوت. روبوت كان اول جزء استاذ وليد الاطفال كان خطير وعملتي كده قاعده من الاطفال والجيل الصغير اللي هم اساس، وخاصه انت لسه في الاول وصغير. ناوي على ايه الفتره الجايه بعد ما الفيدباك حلو بالشكل ده؟ والله مش ناوي على حاجه يعني. ناوي بقى استقر ان شاء الله، مشروع صغير كده خلاص بقى، افتح كشك ولا حاجه. والله يعني ان شاء الله يعني ناوي اشتغل يعني مش عارف احضر لك. طبعا لا طبعا ناويه اركز في بعد الفيلم ده بالذات. واستاذ وليد كمان نصحني نصيحتي في الاول، وتايسون وكذا حد نصحني ان انا اخد بالي الفتره اللي جايه في اختيارات الاعمال اللي انا هعملها من بعد الفيلم وبعد اشاده الناس الحمد لله. لسه في الاول وبتبقى محتاجه انتشار يعني. صح؟ يعني طبعا بشكل لطيف، بس الانتشار ده برضه مشروط. الانتشار مشروط ساعات في الاول. لا انا مش من انا ما انا مش بحب انتشر وخلاص. طب برافو يعني انا ده حسب فكر البني ادم ايه بصراحه. لا انا مش بحب انتشر واشتغل في اي، انا كان ممكن اشتغل في اي حاجه والحمد لله الحمد لله بيجي لي شغل كتير في حاجات كتير، بس انا بختار المناسب ليا او اللي انا عايزه ابنيه. برافو. لازم ابتدي كويس عشان اكمل على ده. ايه؟ في طبله ولا خلاص؟ لا الطبله موجوده، الطبله موجوده طبعا. لسه بتعملي حفلات ولسه ناويه تكملي؟ بعمل يعني قلتي لي حلمك في الاول الفتره الاخيره بس عشان كان تصوير الفيلم وكان سيب ونسيب المسلسل، فكانت فتره ضغط فما كانش فيها شغل خالص طبله، كنت موقفاه يعني لحد بس ما مركزه شويه في التمثيل يعني. تعالي نشوف طيب الفيديو ده محضر لك دنيا، واستمري يعني الفن والتمثيل حاجه عظيمه. بس انت معايا في الفرقه خلاص. انت لازم الفرقه، انت قلتي انت طالعه العالمين. جالي شغل دلوقتي مهرجان العالمين الجاي هشوف حفله كبيره ان شاء الله لانوشكا بفرقتها. يعني شرف ليا، شرف ليا والله يا استاذ. والله بكلم محمود. ناوي على ايه الفتره الجايه يا محمود؟ يعني كل ال ناوي اربي عيالي يا النجوم طبعا بيعملوا حاجه هيفتح كشك. ما عندكش بقى الحلم ان انا اعمل عمل كده وابقى انا البطل الاوحد فيه كنجم؟ خاصه بتوع الكوميديا دايما عندهم الحلم ده. اي ممثل عنده الاحلام دي يعني، بس ظروف الماركت بتبقى مختلفه، انت بتبقى تطلعاتك لحاجه مختلفه غير مناسبه للوضع اللي احنا فيه دلوقتي. فاكيد عندي احلام كتير يعني، وان شاء الله في يوم من الايام هحققها. خايف بس يعني ان شاء الله في اعمال يعني. انا الحمد لله الفتره الجايه عندي جدول مزحوم قوي يعني بجد. ولا عندك بتصور حاجات كتير؟ بصور مسلسل وفيلمين ما شاء الله. وان شاء الله في تالت يعني. ما هو خمسه وخميسه يا رب. بص خالد قام، هو خالد كان قاعد ومريح. خالد اتعادل، هو طلع لك يشوف ايه الكلام ده. برنامج وما قالش حاجه، بيخاف من الحسد. ميسي اهو ربنا يرضى. محضر لك مفاجاه في البرنامج يعني، زي مفاجاه انوشكا بالظبط ان هي تعمل حفله، فانا محضر لك مفاجاه. حد فيكم بيخاف من الحسد؟ يعني أنا عارفة أنوشكا بتخاف. أيوة. أنا ما بحب يعني ما بحبش أفكر فيها، بس بتاخدي بالك. كل أن يسيبنا إلا ما كتب الله لنا. بالظبط، وعلى الله. أنا يعني معترف بيه طبعا، بس وعلى الله كلها. طبعا عدم التفكير فيه مهم جدا. ما تفكريش، اشتغل واحلم واتعب، ربنا هيناول لك على قد نيتك. انا دايما بعتبر ان النيه هي بتبقى من اهم الحاجات. طبعا احنا بعد شويه هنروح للعالمين الجديده، لانه الحفل الختامي لفعاليات الدورة الأولى من مهرجان العالمين الجديدة اللي بدأ في 13 يوليو، الحفلة بعد شوية. قبل ما نروح الحفلة عندنا وقت صح؟ طيب أنا لازم أشكركم لأنه هنقطع على الهواء على طول في العالمين. نشوفك في العالمين إن شاء الله السنة الجاية، ومرة ثانية ألف ألف مبروك على الفيلم. الله يبارك فيك. هتروح العالمين؟ ألف مبروك على الفيلم، شرفتوني النهاردة في مساء دي أمسي، شرفتوني جدا. هننتقل مباشرة إلى العالمين الجديدة لنقل فعاليات حفل الختام، إلى هناك.